عزز فريق النفط صدارته الخماسي الذهبي لكرة السلة بعدما حسم موقعة القمة لصالحه بالفوز على الشرطة ب 78 نقطة مقابل 64 نقطة. الخماسي الذهبي بكرة السلة ذات النيران الملتهبة التي لا تهدأ بين الفرق من خلال التفتيش دائما عن النصر للمضي قدما نحو المقدمة. مواجهة فريقي الشرطة والنفط منذ دخولهما في الربع الأول لم يكن هنالك طرف أفضل من طرف، التكافؤ سمتهما في التسجيل طيلة دقائق هذا الربع لتكون النتيجة 20 للشرطة مقابل 20 للنفط. الربع الثاني رياح الشرطة كانت أقوى إذ هبت بهجمات خطيرة على المنافس فوسعت النتيجة. النفطيون لم يرفعوا الراية البيضاء بسهولة، شيئا فشيئا استطاعوا من تضييق النتيجة من خلال طلعاتهم الثقيلة التي أثمرت عن ذلك، لكن القيثار خرج منتصرا بصعوبة ب 38 نقطة مقابل 37. الربع الثالث سجال مستمر للأخضر الشرطاوي وللأبيض النفطي، إلا أنه مع سير الدقائق غير الأبيض كل اتجاهاته بسرعة كبيرة، وجد طريقا سالكا نحو سلة منافسه مكنه من زيادة إنتاجه من النقاط التي كانت كفيلة بخروجه ناجحا ب 55 نقطة مقابل 45. الربع الرابع جنود القلعة الخضراء أرادوا الحفاظ على عرشهم وتقليل الخسائر والرجوع إلى مستواهم القوي، لكن النفطيين لعبوا باستراتيجية ذكية جعلتهم يعبرون أسوار القلعة ويحصلون على غايتهم من النقاط ليفقد الأخضر زمام الأمر ويسلمها للنفطيين الذين ملأوا خزانتهم ب 78 نقطة مقابل 64. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.